أعلن إنشاء مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية. بعد أعلان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والذي يتضمن إنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، رحبت السعودية بهذا القرار واتخذت خطوة جديدة لدعمها. فماذا يكمن في طية هذا الإعلان ومن هو رئيس مجلس القيادة الجديد؟ أقدم بالشكر للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا وفي المقدمة. وفي التفاصيل، تخلى هادي عن السلطة بعد 10 سنوات من صعوده إلى كرسي الحكم كرئيس توافقي للبلاد، حيث نقل كامل صلاحياته وصلاحيات نائبه المقال فريق علي محسن الأحمر إلى مجلس قيادة رئاسي برئاسة مستشاره ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأسبق اللواء الدكتور رشاد العليمي. وبموجب المرسوم الرئاسي فإن مجلس القيادة الرئاسي والذي يضم 8 أعضاء سيتولى استكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية ويفوض بكامل صلاحية الرئيس هادي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفق موقع الوطن. فمن هو رئيس مجلس القيادة الجديد؟ اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي هو سياسي يمني ولد عام 1954 في عزلة الأعلوم مديرية المواسط محافظة تعز. تلقى تعليمه الأول في قريته على يد والده القاضي محمد بن علي العليمي، وبعدها واصل تعليمه الثانوي إلى أن تخرج من مدرسة جمال عبد الناصر في صنعاء عام 1969. أصيب في حادثة مسجد النهدين بدار الرئاسة أثناء صلاة الجمعة الذي استهدف الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وقيادات في الدولة في 3 من يونيو 2011، ونقل على إثرها إلى السعودية للعلاج، وعاد إلى صنعاء في 13 من يونيو 2012 بعد عام من العلاج في السعودية وألمانيا. تولى العديد من المناصب ولعل من أبرزها إذ عمل في كلية الشرطة بصنعاء من 1975 إلى 1978، كما عمل في إدارة البحث الجنائي من عام 1978 إلى 1981. تولى منصب رئيس مصلحة الهجرة والجوازات عام 1994. هو رئيس اللجنة الأمنية العليا منذ العام 2006 وعضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، إضافة إلى أنه عضو مؤتمر الحوار الوطني اليمني ومستشار رئيس الجمهورية. وفي السياق، أكدت المملكة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة لها لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وأنهاء الأزمة، معلنة عن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار بحسب قناة الحرة.